النهاردة حلقة الأميرة الظالمة. الأميرة الظالمة الموسم الأول. يلا نبدأ الحلقة الأولى. لسه بعمل الأميرة فيانا الصغيرة اتخطفت، ودينا الملكة والملك مجدي، وأنا اسمي مريم. يلا نبدأ الحلقة. بص، لقيت الرسالة دي مكتوب فيها ايه؟ انا هنتأمن لكم لانكم قلت عائلتي واخدت اسطولتها من لك رانيا، هبلالمكم حبة عند الملك حسن. لا بسرعة، كان حاجة معاه زي ما لحظتهاش وهي خلاص. يا دينا تعالي بيوتها بكرهك. خلاص ملك، خلاص ما تعيطيش، بس خلاص تعالي ننزل ناكل حاجة. اكل حاجة ايه وهي مخصوفة؟ حرام عليكي. خلاص تعالي اقعد على البسينة. حرام لا تعيطيش ان شاء الله هيلاقوه. ان شاء الله انتقل عند ده مش ده. لا تعالي خطة بتاعتك يا ماري، خطة بتاعتك يا ماري. انا هجيلي بس اهرب. اهرب ازاي دلوقتي؟ ايه ده؟ ايه انا؟ لا الحقوا بسرعة، لقيت الأميرة سارة ده. ايه الأميرة سارة؟ يلا انتوا مستنيين ايه؟ اهو وصلنا الأميرة. يانا ايه ده؟ تسمع رحاب؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ بتقول بالهارد رحاب بتهز الارض. ده خط برشا. طب انا كده كده ورا احسن حاجة. جلال انت ازاي ما لحقتش اي حد بيدخل من هنا؟ طول رحاب تتفن بالارض. اذا في ايه كانت كمان كمان يا عجلة انت. خلاص هتفيني سعادة، تعالي قعدتك في قط بس خلاص تعيطيش. انسى ما عيطش على كمان حتى كمان حمد تاني. خلينا نسرح شوية ننتقل في المهم. ما انا كبست منه هتخش البرد. انت سرع على نفسك كده، اقلبك اطول من الملكة كلها. يانا بسرعة عشان هفت. ايه ده؟ ايه ده دخلت هنا؟ بس في الملكة بقى الدينة هي نايمة عشان هي كمالهاش نفس الملكة. بتطلع
بس انا لاحظت ان الاميره صح، انا شفت الاميره ساره وهي بتهرب. تهرب وانت ما قلتش ليه؟ انا كنت مشغوله. اوف بقى ابعدي، خلاص اهدى الجلد الملك ان شاء الله. ابعدي يا رحب على الوش بسرعه عشان حضرتك. انا هاتك جهاز تتبع في ايه؟ في ايه اللي في راحت مملكة ملكة مملكة الملك حسن؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ مهما حدث هنجيب الاميرة. بسرعة بسرعة تعالوا معايا. تفاعل قلب المملكة كلها عليها. أنا بكل حد لحد ما وصل الملكة 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 الملكة. الحقي الحقي في ايه؟ انا لسه واصلة هنا. محدش بقى اللي حصل في المملكة. اما ليه ينتظروا عليك؟ لان في جهاز تفتح تفتح بس مش تمام خلاص. مامتي استوت على المملكة بتاعتي. لا دي كده مكان عادي يا بنتي. الطفلة من حيث يعني لا ليها زي النب ونفع من حيث بنت ده محتاج حد. انا خايفة خلاص. ايوه اكيد حالة كده كده. عارف نفسي كده هتعرف ان هي بس محبوبة. وقت الليل هما بيقلبوا المملكة على يلا بقى. انا ماشي عايزة حاجة طبعا. Thank you.
ده فخارة واحد الصباح يا خلينا نعمل له نوتس كده عشان تعالى كده شايفه يارا ديانا اسكت اسكت يلا تاني بس ملكة فينا أوبا عليك ما أصدق ماما أيوة ماما تخش هي لا مش أنت تخش ماما أنا نسيت ماما هعملك اكلة تكليف اكلي طابع والله لا خليكي قلبك يحرق على بنت كريمة والله ما بتصور فيها من حتى شكل ما ماما لي خذي ليش انا عايزه ارجع يا ماما خالي وانت ترجع تكون كده يا حبايبي وصلنا نهاية الحلقة متنسوش تعملوا اللايك لو عايزين نرجع الملكة الأميرة الصغيرة لأمها وشكرا اللي انتوا وصلتوا 38 مشترك حابة اقول لكم ان كل فات اي مجتمع الجاي ان شاء الله لا حاجة تخطيط اسهل كمها اللي كانت نسيت الصراحة يعني والله سري وحابة اقول لكم شكرا على المرة وباي باي وصلنا لنهاية الحلقة.